حصلش اي ازمه كبيره على مستوى الجمهوريه، ولكن ده ضمن منظومه كبيره جدا الدوله المصريه النهارده بتعملها في مستوى المحافظات كلها محافظه محافظه. وكان طبعا طبقا لتوجيهات القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدانا هذه المنظومه على مستوى الجمهوريه بحيث ان يكون عندنا مركزي على مستوى الدوله، مركز قومي وفي مراكز اقليميه وعلى مستوى المحافظات. وكان يعني تشرفنا ان فخامه الرئيس قبل كده افتتح خمس مراكز كانوا فعلا بالفعل تم انشائهم. النهارده كنا بنفتتح محافظه القاهره، والجاري ان شاء الله بنهايه الشهر القادم هيبقى هناك 13 مركز على مستوى الجمهوريه كلهم بقوا قيد التشغيل والانشاء. الحقيقه الجزء الثاني من الزياره، ويمكن دايما هذا الجزء بيبقى شديد الاهميه، وهو تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الترميم وتطوير مناطق اثريه وتاريخيه في قلب القاهره التاريخيه. الحقيقه يمكن الزياره زي ما حضراتكم يعني تابعتوا معايا، بدانا بتفقد الكنيسه المعلقه، وبعديها يمكن تفقدنا ترميم وافتتاح تطوير حصن بابليون وبوابه عمرو بن العاص نفسها، اللي هي البوابه اللي دخل منها يعني الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل مصر وفتح، وإذانا بالفتح الاسلامي لمصر البوابه اللي احنا يعني شفناها مع بعض. وانتهينا هنا بمنطقه معبد بن عزرة اللي بنفتتح يوم بعد اكتمال الترميم الكامل. احنا هنا بنتكلم على مجمع اديان، ثلاث اديان السماويه موجودين في هذه المنطقه، الاسلام والمسيحيه واليهوديه، بالاضافه الى الجزء التاريخي اللي هو حصن بابليون نفسه اللي بيعود للعصر الروماني. وده يمكن بيوضح قد ايه مدى اهتمام الدوله المصريه بترميم والحفاظ على الاثار. ويمكن حضراتكم كنتم متابعين معانا من فتره ان احنا انتهينا من اعمال ترميم جامع عمرو نفسه اللي هو اقدم جامع على مستوى قاره افريقيا كلها، واللي النهارده الحمد لله بنطور جنبه وبنعمل مشروع عظيم وهو مشروع حدائق الفسطاط اللي هي تتجاوز مساحته 500 فدان بحيث يكون هو ده الحديقه المركزيه الرئيسيه في قلب القاهره. ويمكن يعني بأكد ان جزء كمان من الترميم بتاع منطقه حدائق الفسطاط اللي هو ترميم المنطقه بتاعت تلال الفسطاط نفسها او الحفائر اللي احنا بنرممها وبنطورها وبنخرجها علشان يبقى كل المصريين شايفين مدينه الفسطاط اللي هي اقدم عاصمه اسلاميه في مصر وفي افريقيا ايضا. فكل هذا بيوضح مدى اهتمام الدوله المصريه بالاثار والتطوير اللي بيحصل النهارده في هذه المناطق. وزي ما حضراتكم شايفين احنا حريصين كل الحرص على ابراز هذا البعد التاريخي. ويمكن كنت بتكلم مع السيد وزير السياحه ان لازم على طول تدخل هذه المناطق ضمن الزيارات السياحيه للسياح اللي بيجوا مصر، وده لوحده بيزيد من تواجد السياحه والسياح الخارج اللي بيجوا من الخارج لمصر، بيبقى مكان جديد ومقصد سياحي جديد ما كانش متاح ليهم، وبالتالي ده ممكن يزيد ليله سياحيه اضافيه ضمن الزيارات اللي موجوده. وده اهتمام شديد جدا بمصر ان احنا بنبرز اثارنا وتراثنا والحفاظ عليه، ولكن ايضا بنعرف الناس بمدى عظم وتاريخ هذه الدوله المصريه. وان النهارده ان شاء الله لما حضراتكم موجودين في هذه الاثار اللي احنا شفناها كلها بتعود الى يعني انا مش عايز اقول اكتر من 1500 سنه او 2000 سنه النهارده المباني اللي احنا موجودين فيها. فالنهارده والحمد لله يمكن كنت سعيد جدا زي ما كان زملائي بيعرضوا الترميم اللي تم ده كله من خلال ايدي مصريه ومن خلال زملائنا في وزاره السياحه والاثار والمجلس الاعلى للاثار مع دعم من كل الجامعات المصريه ودكاتره الاثار الموجودين في الجامعات المصريه. فيعني انا مره اخرى يعني بوجه الشكر لكل القائمين على هذا العمل ان شاء الله. وبنتمنى ويمكن زي ما وعدني وزير السياحه والاثار من بكره ان شاء الله هتدخل هذه المناطق ضمن الزيارات اللي هيبقى السياح يتمتعوا بيها وايضا المصريين عشان يعرفوا تاريخ بلدهم. شكرا.